انا عشت معها كمتفرج لانه اكبر مني لسعد دونكانيكا سي لا جينيراسيون اللي انا كنت نمشي للاستاد نتبع في لسعد وفي بن مراد وفي طارق وفي تميم لاعب كبير لاعب خلوق لاعب ممتاز سي دابتي سي تادابتي بوكو دو بوست في الترجي هذه تونسي عطا حلول للمدربين نتاعو لعب على اليسار لعب على اليمين لعب وسط ميدان لعب في بوكو دو بوست خساره كبيره للترجي الرياضي التونسي خساره كبيره للعائله الرياضيه الاسعد لاعب ممتاز خلوق ظروف بصراحه صحيه اثرت عليه العائله الرياضيه تقريبا وقفت معاه من الكل خصوصي خوه طارق ذياب يعني عمل الواجب وقت الواجب مشكور وش نقول لك ان شاء الله جمعيه تاع اللاعبين القدامى هذه جديده اللي حتى وزياد التلمساني ومختار والولاد كلها ان شاء الله يفعلوها مليح ويخدموا خدمه باهيه ويعاونوا اللاعبين اللي ظروفهم ثم حاجه اخرى زاد الاسعد ما عرفوش برشا ناس زاد ترجي لعب زاد في النادي الاولمبي النقل الاسعد هذيا بلطفي لطفي الكبير والاسعد بعد طارق وبعد يجي الاسعد هو صغير في الاولاد فهمتني بعد يرحمه خويا هذاك ولد حومتي تربينا مع بعضنا ناكلوا في الماء والملح مع بعضنا خويا يرحمه خويا هذاك نجم نقول لك تونسي عاقل معروف الاسعد عمره ما يتدخل في الحاجات هذوما خاطين وما يدخلش فيهم ديما الاسعد سبورتيف وديما رياضي وديما يصلح ديما يصلح كان كيما تشوفوا الكومبورتمون نتاعو عاقل كيما تشوفوا يلعب معناتها جوار متزن عاقل رزين انا نعرف اكثر خاطر يجي برشا الحملف معناتها عندنا علاقه بيه يقعد في حملف الله يرحمه كاو اسعد نطلعوا نلعبوا في لاتاك احنا ايبا طلعنا لاتاك ومركا هو بوندو بالراس وانا مركيت بوندو بالراس وخرجنا 3-3 معناتها قعدت في مخي تاريخ كامل الاسعد انا وياه ديما انا وياه وشمام شمام عايشين في القهوه هذيك فك الوقت هذاك في السبعينات وواحد كل شيء عايشين كان مع هو سين برك الله عليه 55 عليه تو نرعش وحدي ما نجمش نحبه برشا ونلعب ياسر معاه في الرمي وش يقول لك الله يرحمه طارق زاد ولدي وخويا هذاك طارق هذاك خاصة كان قريب منه طارق اي اكثر من زاد ولدي وخويا عباره على خويا ما فهمت انا كانت عندي وقتها عندي حانوت في الافريكا انا كنت بحذايا هو ولا اسعد وفهمت خويا ما عادش نجم نكمل نوعه كبيره